بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي وبناتي، تلاميذ وتلميذات الصف السادس الابتدائي، معنا النهاردة درس نحو بعنوان إعراب الفعل المضارع صحيح الآخر. قبل ما نعرف إحنا بنعرف الفعل المضارع صحيح الآخر إزاي، تعالوا بينا نفتكر الفعل المضارع يعني إيه. طب يعني إيه الفعل الصحيح الآخر ده؟ هنشوفه مع بعض دلوقتي. الفعل المضارع هو ما دل على معنى في نفسه مقترن بزمن يحتمل الحال أو الاستقبال، يعني هو الفعل اللي بيدل على حدث بيحصل في الوقت الحالي أو ممكن يحدث في المستقبل. طب إيه هو الفعل الصحيح الآخر؟ هو الفعل اللي خلا آخره من حروف العلة. طب إيه هي حروف العلة؟ هي الألف، الواو، الياء، دي اسمها حروف العلة. والفعل الصحيح الآخر ما ينفعش يكون آخره حرف من الحروف دي. طب زي ايه الفعل الصحيح الاخر؟ ناخد على الافعال دي امثله، زي يكتب، يذاكر، يرسم، يشرح. من عند الفعل يكتب اخر حرف فيه الباء، يذاكر اخر حرف فيه الباء، يرسم اخر حرف فيه الميم، يشرح اخر حرف فيه الحاء. فلو لاحظنا الافعال دي كلها بنسميها افعال صحيحه الاخر. ليه؟ لان كان اخر حرف فيها حرف صحيح، يعني مش حرف من حروف العله اللي هي الالف، الواو، الياء. بكده افتكرنا يعني ايه فعل مضارع. طب يعني ايه فعل صحيح الاخر؟ تعالوا بينا بقى الوقت نشوف ازاي بعرف الفعل المضارع ده اللي هو صحيح الاخر. الفعل المضارع صحيح الآخر له 3 أوجه إعرابية. تيجي نشوف مع بعض إيه هي الأوجه دي. أول وجه اللي هو النصب، الجزم، الرفع. يعني أنا عندي الفعل المضارع ممكن يجي منصوب، ممكن يجي مجزوم، ممكن يجي مرفوع. تيجي نشوف إمتى بننصب الفعل المضارع وإمتى بنجزمه وإمتى بنرفعه. في البداية هقول نصب الفعل المضارع صحيح الآخر. عامة الفعل المضارع امتى بقول عليه منصوب؟ لو صدق بحرف من حروف النصب. ايه هي حروف النصب؟ نشوفها مع بعض. ان، لن، كي، حتى، لام التعليم. دي اسمها حروف النصب، يعني لو لقيت اي حرف من الحروف دي قبل الفعل المضارع بنعرف الفعل المضارع ان هو فعل منصوب. ايه هي حروف نصب الفعل المضارع مرة تانية؟ ان، لن، كي، حتى، لام التعليل. لازم نحفظ الحروف دي عشان اعرف الفعل المضارع ده منصوب ولا لا. لازم بنشوف الحروف دي، لو في عندي حرف من حروف النصب دي قبل الفعل المضارع بنعرف الفعل المضارع ان هو منصوب. طب ايه هي علامة نصب الفعل المضارع صحيح الآخر؟ هي الفتحة الظاهرة. يعني لو الفعل المضارع عندي صحيح الآخر، يعني آخر حرف فيه مهواش حرف علة، بعربه منصوب بالفتحة الظاهرة. نشوف مع بعض أمثلة. أول مثال عندي يجب أن تحترم معلمك. يجب ده عندي فعل مضارع، بس لو لاحظنا مفيش قبله أداة من أدوات النصب يبقى ده مش فعل منصوب. نشوف الفعل التاني تحترم. تحترم ده فعل مضارع وصحيح الآخر لأن انتهى بحرف الميم، جه قبله أداة من أدوات النصب فهعربه تحترم، هقول فعل مضارع منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة. مثال تاني لن ينتصر الباطل. في المثال ده عندي فعل مضارع واحد اللي هو ينتصر، وده فعل مضارع صحيح الآخر عشان آخر حرف فيه هو الراء، فينتصر فعل مضارع صحيح الآخر سبق بأداة نصب. إيه هي الأداة دي؟ اللي هي لن. فينتصر هعرب وأقول فعل مضارع منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة. نشوف مثال تالت اجتهد في دروسك كي تنجح. أنا عندي هنا في الجملة دي في عندي فعل مضارع اللي هو تنجح. الفعل المضارع ده صحيح الآخر لأن انتهى بحرف الحاء، فده فعل مضارع صحيح الآخر. لو لاحظنا هنلاقي جه قبله أداة من أدوات نصب الفعل المضارع وهي كي، فهعرف تنجح وهقول فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. نشوف كمان مثال نم مبكرا حتى تستيقظ مبكرا. لو لاحظنا في الجملة دي هنلاقي عندي هنا فعل مضارع اللي هو تستيقظ. لو شفنا الفعل المضارع ده هنلاقي صحيح الآخر انتهى بحرف الظاء، فده فعل مضارع صحيح الآخر سبق بأداة نصب اللي هي حتى. هعرب الفعل ده وهقول إيه؟ هقول تستيقظ فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. نشوف كمان مثال
يسعى الطالب ليحقق النجاح. لو لاحظنا عندي هنا هلاقي فعلين مضارع، اول فعل يسعى، بس هنشوف قبله مش هنلاقي قبليه اداة من ادوات النصب، وانا بدور دلوقتي على فعل منصوب هنلاقي عندي يحقق. يحقق ده فعل مضارع، وكمان صحيح الاخر عشان انتهى بحرف القاف. لو لاحظنا هنلاقي يحقق دي قبليها اداة من ادوات نصب الفعل المضارع، وهي لام التعليل. عند ليه يحقق في الفعل يحقق هعرف وهقول فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. هنأكد تاني ونقول احنا اللي اتكلمنا عليه الفعل المضارع صحيح الآخر امتى بنصبه؟ قلنا بنصبه امتى؟ لو جه قبله أداة من أدوات النصب. ايه هي أدوات النصب مرة تانية؟ أن، لن، كي، حتى، لام التعليل. لو أي أداة من الأدوات دي جه بعديها فعل مضارع صحيح الآخر هقول عليها فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. لو بقينا تمام في الدرس وعرفنا يعني إيه نصب الفعل المضارع وإزاي بننصبه وإيه هي علامات نصب الفعل المضارع صحيح الآخر، إيه هي أدوات النصب، نبدأ نقرأ الجمل دي ونحاول نحلها. الجمل بتقول: لن تبلغ النجاح إلا بالجد، بر والديك لتنال رضا ربك، يجتهد الطالب حتى يتفوق، أريد أن أتعلم السباحة، أذاكر دروسي كي أنجح. يا ريت نذاكر الدرس كويس بتاع نصب الفعل المضارع ونحاول نحل الجمل دي. دلوقتي بقى هننتقل لجزئية تانية وهي جزم الفعل المضارع صحيح الآخر. أنا عندي الفعل المضارع صحيح الآخر ممكن أجزمه بس لو سبق بحرف من حروف الجزم. نشوف مع بعض إيه هي حروف الجزم. هي لام الأمر، لم، لا، النهية. يبقى الفعل المضارع لو جه قبليه أداة من الأدوات دي ساعتها بعربه فعل مضارع مجزوم. لو سبق بلام الأمر اللي هي لام بتيجي قبل الفعل بتفيد إنها بتأمرني إن أنا أنفذ الفعل ده. عندي لا النهاية دي بتفيد الطلب، بتنهاني عن فعل هذا الفعل. لم بتفيد النفي، يبقى أنا عندي الفعل المضارع لو سبق بأداة من الأدوات دي بعربه فعل مضارع مجزوم. طب إيه هي علامة الجزم بتاع الفعل المضارع صحيح الآخر؟ الفعل المضارع صحيح الآخر بجزمه بالسكون. تعالوا نشوف مع بعض أمثلة. أول مثال: لتنتبه في الفصل. أنا عندي هنا الفعل المضارع تنتبه، الفعل المضارع ده فعل مضارع صحيح الآخر وسبق بلام لام الأمر. أنا عندي لام الأمر هنا بيأمره إن هو ينتبه، فلام الأمر أما بتدخل على الفعل المضارع بتخليه فعل مضارع مجزوم. وقلنا عشان ده فعل مضارع صحيح الآخر هجزمه بإيه؟ بالسكون. يبقى أنا تنتبه فعل مضارع مجزوم بعد لام الأمر وعلامة جزمه السكون. برافو. نشوف مثال تاني: لتحترم الكبير. أنا عندي هنا برضو اللام دخلت على فعل مضارع، واللام دي قلنا لام إيه؟ لام الأمر. أنا بأمره هنا إن هو يحترم الكبير. أول ما بلاقي لام الأمر دخلت على فعل مضارع في الحالة دي بعرف الفعل المضارع وهقول فعل مضارع مجزوم. والفعل المضارع ده عشان صحيح الآخر قلنا عرفنا منين إن صحيح الآخر انتهى بحرف الميم، في الحالة دي هقول فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. نوضح أكتر بمثال تاني: لا ترفع صوتك. أنا هنا بنهاه عن رفع الصوت، بقول له لا ترفع صوتك، يبقى لا دي اسمها إيه؟ لا الناهية، بينهاه عن رفع الصوت. فلا جه بعديها فعل مضارع، والفعل المضارع ده صحيح الآخر انتهى بحرف العين، هقول ترفع فعل مضارع مجزوم بعد لا الناهية وعلامة الجزم السكون. برافو عليكم، لأن لسه قايلين إن الفعل المضارع صحيح الآخر بنجزمه بإيه؟ بالسكون. لا تتسرع في أفعالك. هنا أنا بنهاه عن التسرع في أفعاله فبقول لا تتسرع في أفعالك، يبقى لا هنا اسمها لا إيه؟ لا الناهية. لسه قايلين إن لا الناهية من أدوات جزم الفعل المضارع، يعني الفعل المضارع هيجي بعديها مجزوم. وعشان تتسرع ده فعل مضارع صحيح الآخر قلنا انتهى بحرف العين، ففي الحالة دي هعرف تتسرع وهقول فعل مضارع مجزوم بعد لا الناهية وعلامة جزمه السكون. ناخد كمان مثال: بقول لم يقصر محمد في دراسته. أنا بنفي التقصير عن محمد في دراسته وبقول إن هو ما قصرش أبدا في الدراسة بتاعته، فبقول لم يقصر. يقصر ده فعل مضارع، اتفقنا إن هو صحيح الآخر لأن انتهى بحرف الراء.
فيقصر جاءت ليها لم. لسه قايلين ان لم من ادوات جزم الفعل المضارع، وده فعل مضارع صحيح الاخر، فهعرب واقول برافو عليكم، فعل مضارع مجزوم وعلامه جزمه السكون. نيجي للاخر جمله معانا، لم يسافر ابي امس. انا عندي يسافر ده فعل مضارع، سامعك بتقوله فعل مضارع صحيح الاخر، برافو، خلاص احنا بقينا عارفين يعني ايه فعل مضارع صحيح الاخر. قلنا يعني اخر حرف فيه مش حرف عله، يعني ما ينفعش ينتهي بالف او واو او ياء. يبقى انا عندي يسافر ده فعل مضارع صحيح الاخر سبق بلم. قلنا لم دي ايه؟ من ادوات جزم الفعل المضارع، يعني يسافر ده فعل مضارع جه قبليه لم، فهعربه واقول فعل مضارع مجزوم بعد لم وعلامه جزمه ممتازين السكون. يبقى كل اللي قلناه في جزم الفعل المضارع لحد دلوقتي، انا قلت لكم الفعل المضارع هجزمه لو سبق باداه جزم. ايه هي ادوات الجزم مره اخيره؟ لام الامر، لنا هي لم، ممتازين. يبقى لو في فعل مضارع مجزوم وهو الفعل ده صحيح الاخر، هجزمه بايه؟ بالسكون. برافو عليكم. بس في ملحوظه بسيطه عايزه انبهكم ليها، ان انا في عندي حاجه اسمها لنا هي، اللي انا لسه قايله لكم عليها دلوقتي، اللي هي اداه من ادوات جزم الفعل المضارع، وفي عندي حاجه تانية اسمها لنا فيا، اللي هي اصلا مش بتاثر على الفعل المضارع باي حاجه وبتسيبه زي ما هو. طب تعالوا نوضح اكتر ايه الفرق بين لنا هي ولنا فيا. لنا هي دي بتفيد الطلب، بتنهاني عن فعل شيء، يعني لما اقول لا تؤخر عمل اليوم الى الغد، دي بتنهاني عن التاخير، ما ينفعش اخر عمل اليوم الى الغد، يبقى ديت لنا هي. واتفقنا ان لنا هي مالها؟ بتجزم الفعل المضارع. برافو عليكم. زي لا تقطف الزهور، دي بتنهاني عن قطف الزهور، يبقى اسمها لا الناهيه، ولنا هي مالها؟ بتجزم الفعل المضارع. في عندي لا تانيه اسمها لا النافيه، قلنا لا النافيه دي بتفيد النفي، يعني ايه؟ يعني بتفيد ان الجمله دي ما حصلتش، الفعل ده انا ما عملتوش، فدي اسمها لا النافيه، بتنفي. زي ايه؟ التاجر لا يغش، هنا نفت الغش عن التاجر، قالت التاجر ده مش بيغش خالص، فهنا لا يغش دي لا النافيه، يعني يغش دي ما ينفعش اقول عليه فعل مجزوم، لا انا قلت الفعل المجزوم اللي بيسبق بلا الناهيه، انما لا النافيه مش بتاثر ابدا على الفعل المضارع. لو قلت جملة تانية، لا أحب الكسل، أنا عندي هنا دي لا النافية، يعني إيه لا النافية قلنا؟ يعني بتنفي الفعل، يعني نفت فعل الحب للكسل، يعني أنا مش بحب الكسل أبدا، يبقى لا أحب الكسل دي نفت الجملة بتاعتي، وقلت إن أنا مش بحب الكسل، يبقى لا دي لا نافية، يعني مش هتأثر على الفعل بعدها. برضو كنا احنا ذكرنا نوعين من اللام، بنراجع عليهم مش أكتر، إن احنا قلنا لام التعليل ولام الأمر. انا قلت لكم ان لام التعليل ده اداه من ادوات ايه؟ نصب الفعل المضارع، مش عايزاكم تلخبطوا بينها وبين لام الامر اللي هي اداه من ادوات جزم الفعل المضارع. لاحظوا ان لام التعليل دي بتيجي دايما في وسط الكلمه، في وسط الجمله، دايما بتوضح لي سبب اللي قبليها، يعني لما اقول ذاكر لتنجح، يعني انا سبب المذاكره انا هذاكر ليه؟ عشان انجح. يبقى كلمه لام التعليل دي معناها عشان، انا بعمل الحاجه دي عشان انجح. اذهب الى المدرسه، طب انت بتذهب للمدرسه ليه؟ عشان اتعلم، يبقى اذهب الى المدرسه لاتعلم، يبقى اللام هنا لام التعليل. قلنا لام التعليل محدش ينسى دي من ادوات ايه؟ نصب الفعل المضارع. انما لام الامر قلنا انها بتيجي عشان تامرني ان انا انفذ الفعل ده، يبقى لام الامر دي بتيجي بتفيد الامر، انها بتامرنا نعمل الفعل ده، زي لتكتب الواجب ليتقن المعلم عمله، فهنا لام الامر بتجزم الفعل المضارع. لو اتقنت كويس نصب الفعل المضارع وجزم الفعل المضارع اللي شرحناهم، يا ريت نقرا الجمل دي ونحاول نحلها. لا تتاخر عن مساعده اخوانك، لم يلعب احمد في الشارع، استمع الى معلمي لافهم الدرس، لتذاكر دروسك، لن ارفع صوت المذياع. نحاول نحل الجمل دي. اخر حاجه معانا النهارده هي رفع الفعل المضارع صحيح الاخر.
رفع الفعل المضارع صحيح الاخر ده اهم حاجه فيه، ان انا ادور على الفعل المضارع وما يكونش يجي قبله اي اداه من ادوات النصب او الجزم بتاعه الفعل المضارع. يعني الفعل المضارع عشان يكون مرفوع لازم لا يصدقه حرف من حروف النصب او الجزم. اول ما بلاقي الفعل المضارع ما فيش قبله اي اداه من ادوات النصب او الجزم والفعل المضارع ده صحيح الاخر، على طول هنعربه ايه؟ مرفوع بالضمه الظاهره. نشوف مع بعض الامثله. يكتب التلميذ واجباته. انا لاحظت هنا ان يكتب ده فعل مضارع مفيش اي اداه قبليه ولا اداه نصب ولا اداه جزم، فهقول يكتب فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره. برافو عليكم. العامل يتقن عمله. انا عندي هنا يتقن ده فعل مضارع، وبص قبليه كده مفيش عندي هنا لا اداه نصب ولا اداه جزم، فهقول يتقن فعل مضارع مرفوع علامه رفعه الضمه الظاهره. يعتدل، الجو يعتدل في الربيع، انا عندي يعتدل ده فعل مضارع، نبص قبليه مفيش اي اداه من ادوات النصب او الجزم، فعلى طول هعربه فعل مضارع مرفوع وعلامه رفع الضمه. انت لا تتحدث بالباطل. لا، هي لا دي نافيه ولا ناهيه؟ مين يقدر يجاوب؟ برافو، هي دي لا النافيه، هي هنا نهاني ان انا اتحدث ولا هو بينفي ان هو بيتحدث بالباطل؟ قال لا، انت مش بتتكلم بالباطل ابدا، يبقى دي اسمها لا النافيه. وانا لسه قايله لكم ان لا النافيه لا تؤثر على الفعل، يعني هعرب الفعل دي وهقول ان ده فعل مضارع مرفوع علامه رفعه الضمه الظاهره. ليه؟ لانه سبق بلا النافيه. تعالوا نشوف مع بعض التدريب ده. هو اصلا يا اولاد اعراب الفعل المضارع ممكن يجي لنا ازاي في الامتحان؟ في صور كتير، منهم ان هو يضع لك خط تحت فعل ويقول لك اعرب الفعل ده. في الحاله دي ابص على الفعل كويس وابص قبليه في جه اداه من ادوات النصب او الجزم ولا ما جاش، عشان اقدر اعربه هو مرفوع ولا منصوب ولا مجزوم. انا عندي هنا مثلا الفعل تتاخر. تتاخر ده فعل وفعل مضارع صحيح الاخر انتهى بالراء. نبص قبليه لا، لا تتأخر، لا هنا ايه؟ برافو، لا ناهية. يبقى هعرف تتأخر هقول فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمة السكون ممتازين. يبقى أنا أول خطوة عشان أعرف لازم أحط إيدي هو على الفعل، أبص قبليه جه أداة من أدوات النصب ولا الجزم، وساعتها أعرف على طول. ممكن يجي بصورة تانية يقول لك استخرج فعل مضارع منصوب، ساعتها هعمل ايه؟ همشي معاه في القطعه اللي قدامي وادور على اي فعل مضارع. هنا اول فعل مضارع قابلنا مين؟ تحترم. تيجي نشوف ايه قبل تحترم؟ في عندي تحترم قبلها ان. لسه قايله ان دي من ادوات نصب الفعل المضارع، يعني الفعل المضارع هيجي بعديها منصوب. تحترم ده فعل صحيح الاخر، فهقول تحترم فعل مضارع منصوب وعلامه نصب الفتحه. ممتازين جدا. اخر حاجه معانا فعل مضارع مرفوع. طب نجيب لي فعل مضارع مرفوع، يلا نمشي في القطعه ندور على اي فعل. مثلا ويفرح الجميع. عندي يفرح ده فعل مضارع. طب نبص قبليه في اداه نصب او اداه جزم؟ لا. يبقى ده فعل مضارع مرفوع علامه رفعه الضمه. هو يعيش الفقراء. عندي برضو يعيش ده فعل مضارع. في جه قبليه اداه نصب او جزم؟ لا. يبقى ساعتها اقول فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره. ممتازين. يبقى نركز قوي لما نيجي نعرب الفعل المضارع ونبص هو جه قبله اداه نصب او اداه جزم ولا ما جاش قبليه اي اداه عشان نقدر نعرب. خلاصة كل اللي قلناه يا أولاد في الدرس النهاردة إن أنا عندي الفعل المضارع صحيح الآخر ممكن أعربه منصوب لو سبق بأي أداة من أدوات النصب دي اللي هي أن، لن، كي، حتى، لام التعليل. والفعل المضارع صحيح الآخر بنصبه بإيه؟ بالفتحة. ممتازين جدا. الفعل المضارع صحيح الآخر برضو بجزمه بالسكون لو سبق بأداة جزم. إيه هي أدوات الجزم؟ لم، لن، هي، لام الأمر. آخر حاجة قلنا رفع الفعل المضارع لو لم يسبق بأداة لا نصب ولا جزم، وساعتها بعربه فعل مضارع مرفوع بالضمة. أتمنى أن تكونوا فهمتوا الدرس. يا ريت نحل التدريبات اللي موجودة على الأسئلة عندنا. شكرا وبالتوفيق.